بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. موضوعنا دلوقتي في الـ MPLS loop detection through the TTL. طبعا ايه مفهومك لو سألتك عن الـ TTL يا عم زياد؟ اللي هو الـ time to live. Time to live. الـ time between لما نعمل ping والحاجات دي. وبعدين يعني بنستخدم الـ TTL دي في ايه؟ ليه؟ يعني لازمتها ايه؟ بصراحة مش متأكد، بس اتصور انه الـ time لما بعمل request و reply لما بعمل ping. ولا غلط؟ لو قلت لك somehow كده يعني باكت حصل لها لوب، بمعنى الراجل ده سلمها لده، ده سلمها لده، سلمها لده، سلمها لده، الراجل ده طلعها تاني هنا، طلعها تاني هنا، فضلت بقى ايه؟ تلف. ايه اللي خلصني من اللوب ده؟ TTL. TTL ده قيمة بتبقى depend on the operation system. يعني سيسكو مثلا اعتقد ان الـ TTL بتاعتها 255، في مايكروسوفت عاملة تقريبا 128، لينكس معرفش 64، مش متذكر بالضبط القيم. يعني كل operating system بيبقى ليه TTL كده. خلينا على 255، بفرض ان دلوقتي الراجل ده هيعمل بينج على 777، البينج طلعت من هنا 255، اول ما خبطت الراوتر ده، الراوتر ده هيعمل هيطرح من القيمه دي واحد، هتبقى 254. تيجي هنا يقوم طارح منها واحد 253 ويديها للراجل ده، الراجل ده كمان يطرح واحد تبقى 252، ده يطرح واحد 251، وهكذا. طيب لو حصل لوب هيبقى كل راوتر ينزل واحد، يطرح واحد، يطرح واحد، يطرح واحد، لغاية ما في النهاية توصل ل 205، توصل ال 255 دي لزيرو. أول الراجل ده ما تجيله ال TTL سوري بواحد، يقوم طارح واحد منها تبقى زيرو، وبعدين يرمي الباكت يتخلص منها، يبقى eventually يعملها دروب. هيعمل لها دروب eventually you contained the loop. Understand? طيب خلينا ناخد مثال، مثال عملي. او قبل ما ناخد المثال على الواير شارك، خلينا نتكلم عن فكرة التي تي ال في الامبيلس. هي نفسها نفس الفكرة، زي ما قلت لك الليبل نفسه في لو تتذكر كان 20 بت للليبل فاليو، وكان في جنبه 3 للإكسبرمنتال، وكان جنبه 1 للبوتوم اوف ستاك، وفي الاخر 8 بت لمين؟ للتي تي ال. حلو. طيب دلوقتي الراجل ده طلع مثلا، هنقول طلع البنجا من هنا بـ TTL مثلا 100، الراجل ده هنا شغال MPLS، يقوم عامل كمان TTL نفس القيمة 100، تروح هنا هتبقى 100، المية دي نفسها هتبقى موجود. خلي بالك انا عندي 2 TTL، 2 field، الـ TTL العادية اللي جاية من الراجل ده، والتي تي ال اللي حطها الليبل هنا. بس هنا اول الراوتر ما وصلت لده المية دي نطرح منها واحد هتبقى كام؟ 99. 99 هتوصل هنا هتبقى ستيل دي 100، ودي كام؟ 98. توصل هنا ستيل دي 100، ودي 97. طيب الراجل ده لما يطلع البنجا للفاينل ديستنيشن هيعمل ايه دلوقتي؟
اللي هيقوم عامل ستريبينج هيقوم نازع ال 97 وكمان يعني يشيلها خالص ويخلي المية دي كام؟ 97 برضو ويديها للراجل ده. يبقى وصلت للراجل ده كام؟ 97. لكن يعني سيناريو آخر بيقول لك والله طيب هو السيرفيس بروفايدر ليه يخلي الكاستمر يعرف كام هوب هتمر عليها الباكت؟ That's not his business. بمعنى سي دلوقتي كان في مثال عجبني في الحتة دي. سي مثلا ان السيرفيس بروفايدر ما بين البي اي 1 والبي اي 2 مش تو راوترز، افترضنا ان هما 30 راوتر. ماشي ماشي اوكي. الراجل ده لما يعمل تريس راوت على 777 هيشوف عدد الهوب كاونت اللي مرت عليها الباكت، يلاقي ان هم والله دول 30 هوب كاونت. يقول لك طب والله انا ده سيرفيس بروفايدر اي كلام، ده راجل تعبان، انا ايه اللي يخليني اشتغل مع سيرفيس بروفايدر هيخلي الباكت بتاعتي تمر على 30 هوب كاونت؟ ما انا اشوف سيرفيس بروفايدر جاست 2 اور 3 هوب كاونت واوصل للديستنيشن بتاعتي. فهمتني؟ فبالتالي السيرفيس بروفايدر عايز يخفي المسار بتاعه من الكاستمر، بمعنى ان هو عايز يديسيبل التي تي ال بروبيجيشن، بمعنى ان الراجل ده طلع البنجا بكام؟ ب100. حلو، وصلت هنا. قال لي في الحالة دي السيرفيس بروفايدر هيضيف 255 تي تي ال. اوكي، وهيمشي هنا ستيل 100. طبعا سوري، اول البنجة هنا طلعت بكام؟ ب100. اول ما تخبط الراوتر هيطرح من ال100 دي واحد، هتفضل كام؟ 99، صح؟ وهيركب لها 255، يعني اصبح 99 اسوشيتد مع ال 255. طب جت هنا اصبحت دي 99 برضو ودي 254. هنا 9 كام؟ 99 و 253. هنا اصبحت 99 و 252. طيب الراجل ده هيعمل ايه دلوقتي؟ هيقوم نازع ال 252 ويطلع ال 99 للراجل ده. يبقى من منظور الراجل ده it's only one hoop count to get to 7777. فاهم الفكرة؟ يبقى دلوقتي الراجل ده لما يجي يعمل تريس راوت مش هيشوف الراوتر ده ولا الراوتر ده. خلينا نشوف الموضوع عملي. خلينا نشوف الموضوع عملي. هو احنا عملنا كونفيجريشن لللينك دي صح؟ نشغل بس اللي هي جورنال. اظن وات؟ اظن السي اي بي 1. سي بي 1 ممكن نعمل راوتر اي جي ار بي 1 نتورك 000 بي 1 شو ران سكشن اي جي ار بي كونفتي سوري راوتر IRB 1 network 10.1.1.0
نيجي كمان على جيج 1 على 0 في اي 2 جيج 1 على 0 اي بي ادرس 10 to 4 شان راوزر يا جار في 1 متر 10 to 2 0 CB 1 2 3 router EIGRP network 10 اوكي سي بي 1 دلوقتي دي شو اي بي راوت يا جربي انا شايف 7 دلوقتي طيب لو جيت انا دلوقتي قلت له تريس راوت 7.7.7 لاحظ دلوقتي انا شايف الهوب كاونتس بتاعت البروفايدر صح الكلام طيب خليني بس اوضح لك جزئيه اني لو طلعت البنجا بتي تي ال لو طلعت البنجا من هنا بتي تي ال 3 على 777 هل هتوصل سؤال دلوقتي المفروض لا دلوقتي الراجل ده مطلعها بتلاتة وصلت للراوتر ده خلاها اتنين وصلت للراوتر ده خلاها واحد تمام ووصلت للراجل ده بواحد زيرو. شافها واحد هيروح طارح من الواحد ده كام واحد ويخليها زيرو واحد. ويضرب بالباكت دي طيب انا عايز اعمل كابتشر على الداتا هنا على يعني في اللينكة دي عايز اشغل واير شارك اوكي واطلع الداتا هنا من هنا بتي تي ال 2 يعني اول ما توصل هنا الاثنين دي هيخليها الراجل ده كام واحد ويمررها هنا ده هيعملها دروب ده هيطرح من ال من الواحد واحد زيرو ويقوم عامل لها دروب يبقى كده الراوتر ده يعني في المسار ده مش هيشوف البنجا ولا المسار ده هيشوف البنجا صح طيب خليني اعمل كابتشر على اللينكة دي اوكي مش عايز يا جوربي not selected مش عايز برضو LDB not selected I don't need this also not selected طيب خليني دلوقتي اجي على CEB1 اوكي CEB1 خلينا اقول له بينج 777 طيب احنا مشغلين دلوقتي الواير شارك فين ما بين بي 2 وبي 1 بي 2 وبي 1
CEB1 هنعمل منه تريس. بلاش بينج دلوقتي، بينج فوش تي تي ال هنا تي تي ال. قلنا هتبقى كام؟ خليها طبيعية مين. اوكي المفروض ان هو يجيب لك المسار. هو دلوقتي هي راحت something going wrong. طيب عموما عموما بما ان هي 10 احنا لقينا على الـ على الـ على التريس راوت هنا الراجل ايه شافها، يعني الوير شارك هنا شافها. طيب حاول ممكن تعمل تريس اوت ان انتر اي بي انتر هيك حاجه حاجه مانوال. ماشي، احنا اهو من على الراوتر ده عملنا تريس على 777. تمام، هنخلي بقى خلينا المينيمم والماكسيمم بتاع تي تي ال 10. لقينا في الواير شارك هنا، بص اعترض اهو شاف. اوكي طيب تعال نخليها، قلنا كام؟ هنخليها مثلا 3. هو في الغالب يعني لما انت يعني لو وقعت منك هنا البنجا او التريس، الراجل ده بيبعت unreachable message للسورس بتي تي ال 255 تتناقص في السكه لغايه لما توصل للسورس. يعني حتى الانريتشبل مسج اللي بيبعتها الراوتر اللي هيدروب الداتا ليها تي تي ال. طيب خليني اقلل التي تي ال دلوقتي من 10 لكام هنا؟ لو بقت 3 دي هيخليها 2 هنا لا واحد ويرميها هنا. طيب خليني ابعتها بثلاثة. دلوقتي مين اللي رد عليا؟ 34 34 8 اللي هو مين؟ الراجل ده، صح كده؟ يعني دلوقتي وصلت هنا 3، الراجل ده خلاها 2 ورماها هنا، الراجل ده طرح من الاثنين واحد ورماها هنا، الراجل ده طرح واحد وعمل دروب وبعت لي unreachable message. بص كده time to live exceeded in the transit، يعني ال time to live خلصت في ال في ال في المسار اللي ماشيه فيه. طيب خليني دلوقتي بدل ما خليها 3 خليها 2، يبقى دلوقتي مين اللي هيعترضها ويرميها؟ ال 23.3 بالظبط كده. اهو وده اللي حصل. يبقى هل الراجل ده هيشوف حاجه هنا؟ لا ما شايفش حاجه اهو، ما وصلتوش. لكن لما خليناها 10 الراجل ده وصلته وبعت مسج باك. ال ال الخلاصه ان زي ما قلت لك ان التي تي ال بتفضل تتناقص مع كل راوتر بتمر عليه. زي ما قلت لك يعني لو انت هتخلي الوضع العادي ان الراجل ده هيطلع البنجاب
255 او ب 100 او whatever. الراجل ده بيبتدي يضيف عليها تي تي ال بتاعت الليبل وليكن برضو هتبقى 100 زيها. هيفضل القيمة نفسها اللي موجودة او الراوتر ده نقصها، يعني دخلت هنا ب 100 الراجل دخلها 99، ال 99 دي هتمشي على طول الخط، ولكن اللي هيتناقص التي تي ال بتاعت الليبل لغاية لما توصل مثلا هنا هتوصل ل 90 مثلا. الراجل في الاخر يعمل ايه؟ يعمل ستريبنج اوت لل 90 ويعمل لها يحولها على الاكشوال اي بي تي تي ال ويطلعها للراجل ده، تمام. لكن لو انا هعمل ديسيبل للتي تي ال بروبيجيشن انسايد ذا ام بي ال اس انفايرمنت، انا في الحاله دي لما تجيني البنجا او الداتا بتي تي ال مثلا 100 هنقص منها واحد هتبقى 99، هتبقى 99 وهحط برضو الليبل بتاعي عليها 255 في حاله الديسيبل TTL propagation. 99 هتوصل هنا برضو 99، وال255 هتبقى 254 وهكذا، هنا 253 هنا 252. ال 99 بقى ال 252 دي هتتشال، وال 99 دي بقى تتبعت للراجل ده. طيب خليني دلوقتي قبل ما كونفيجر الحته دي خليني اقول without any TTL. شايف المسار اللي بتمر عليه الداتا؟ مرت على 2 ومرت على 23 34 44، انت شايف المسار كله. زي ما قلت لك انا كسيرفيس بروفايدر انا مش عايز الكاستمر يشوف المسار جوه الكور عندي، مش شغلانته مش بتاعته. طيب ايه بقى الكوماند اللي هكونفيجره على كل الرواتر دي؟ خليني افتكر الكوماند. no mbls propagation ip TTL propagation في عندي خيارين دلوقتي، forwarded local. ايه قصة ال forwarded وال local؟ ركز معايا في الحتة دي. بالنسبة لل forwarded معناها اني انا هطبق الديسيبل بتاع TTL على اي داتا هتخش من الانجريس انترفيس تروح لاي ديستنيشن بره. طب لوكال؟ قال لي لوكال ده لو الراوتر نفسه ده بي اي 1 عايز يبنج على حد على 777، يبقى اللوكال بتطبق على الترافيك اللي هيتعمل له انيشيشن من الراوتر نفسه، والفوروردد اوبشن بيتطبق على اي ترافيك داخل على الراوتر من الانجريس انترفيس من اي انجريس انترفيس بتاعته. واضحه؟ في مشكلة في دي؟ دلوقتي احنا هنستخدم الفورورد صح؟ هنستخدم الفورورد ما بدناش اللوكال. لا هنستخدم الفورورد دلوقتي. اوكي. فورورد. خليني انسخ الكوماند ده على هنا بي 2 بي 2. اوكي ايه اللي ظهر لك دلوقتي؟ في حاجات اختفت في السك صح. I'm not sure why الباور بين دي فين. الباور بين كام؟ 4 40 4 المفروض هنا
طب انت عملت على ال PE2؟ لا عملتها. لا ال PE2 مش P2. عملتها. انا مش شايفها وينها. PE2 انت كاتب نو امبيلا. اوكي قبلي. كده تمام. لا وستيل ان الليبل موجود. I'm not sure why this still in there, but you realize the difference, right? Yes. هو شايف اتنين وشايف سبعة اللي هو مين؟ سبعة الراجل ده. يعني شايف دي وشايف دي. انا يعني ما عنديش يعني وجهة نظر يعني ثابتة على ليه شايف دي بالظبط. But let me search about it. يبقى فكرني بيه. مش ممكن انه تكون لوكال على الراوتر ده صح؟ انا حكينا انه ده داخلي. بس ممكن لما يعمل ريبلاي مش طيب عارف. اقول لك على حاجة، خلينا نعمل الموضوع عكسي. اوكي. يعني خليني اتريس من 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 سي اي بي 2. تريس 666 استيل ان هو مطلع لي ترفيز دي. اعتقد يبقى ليها يعني ليها كوماند ليها بينه ان الانترفيس اللي قبل الاخيره في المسار تبقى موجود. يعني اتصور انه لازم الموضوع يكون كده عشان انه تعرف بالظبط. انا عندي دلوقتي دي المدخل الانجرس، والمفروض عندي الايجرس اللي هتطلعني من الكور، والانترفيس نفسها بتاعت الراوتر. بس في الاول لانه لو في عندك مور ذان تو راوترز راح تعرف من اي راوتر انت طالع. سوري يعني لو في عند البنفيتس من ده انه يخليك تعرف من اي راوتر انت رايح على الكلاينت ولا ايه؟ لا هو بيقول لك يعني مش انا مش قضيتي من اي راوتر، لان دي رواتر البروفايدر جوه. انا ما عنديش خلفيه بيها وما تهمنيش. الفكره ان البروفايدر دلوقتي بدل ما انا في الاول كنت شايف هنا كل المسار 23 34 و44، لا انا مش شايف دلوقتي غير 10 2 واخد بالك و44 والاخيره بس خالص. اوكي طيب خليني برضو على سي اي بي 1 اقول له كمان لوكال. خلينا اكرر التريس تاني ستيل داير. انت ما عملتهاش على ال PE22؟ لا ما هو ده اللي بي 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 اللي ظاهر عندي في المسار. انا مش عايز غيره، بس خليني اعملها على الكل. I think ان ده عادي ديفولت بيهيفير، بس خلينا ندور ورا السبب ليه دي موجوده. هو دلوقتي دي لوجيك موجودة قدامي لان دي دايركتلي كونكتد، بس ليه دي موجودة ودي عادي طبيعية لان دي دايركتلي كونكتد بالراوتر الديستنيشن. طيب انت عملتها على الـ PE2 تمام؟
انا عملتها على الكل دلوقتي على اللوكال. اوكي حتى أوكي. اه عملتها على الكل. عموما اعتقد المغزى واصل يعني. يبقى انت كده فهمت حوار التي تي ال سواء على سيناريو التي تي ال بروبيجيشن او there is no propagation. اوكي يعني خليني اقول اني لو رجعنا تاني لل عايز ارجعها للوضع الطبيعي. طب خلينا نعمل تريس راوت مثلا 3 خلينا نشوف ايه اللي راح يحصل. تريس راوت ل 3 لا نو نو لايك تريس راوت انتر تي تي ال خلي في الفاليو تبعها 3 ايه الهدف من كده يعني احنا شفنا دي اوريدي يعني اوكي سورس ما عملناهاش بعد ما عملنا بروبيجيشن طيب احنا نعملها على طول 6 تي تي ال عايزه كام تي تي ال خلينا نعمل 3 او 4 مش عارف عشرة واحد واحد ست يعني احنا دلوقتي على سي اي بي تو وصل لست مين ستة ده يعني معناتها وصل حتى لو عملناها ثلاثة حتى لو عملتها المفروض واحد لا واحد ما يوصلش خليها اتنين لان واحد هيطرح منها واحد ويرميها خليها تمام وصلت ل 23 2 ده اللي هو موجود اصلا معانا في السكه يعني ده كان موجود حتى لما عملنا ديسيبل للتي تي ال بروبيجيشن صح فيبقى 3 هي اوريدي اصلا لو هي هنا طلعت ب 3 في الوضع الطبيعي ده هيطرح منها كام واحد يخليها اتنين ويرميها هنا حلو وده وصلته اتنين يقوم طرح منها واحد يرميها هنا وصلت هنا بواحد الراجل ده يطرح منها الواحد تبقى زيرو ويرميها هنا ده لو طلع اصلا بثلاثة فهي طلع دلوقتي لما عملت ديسيبل للتي تي ال بروبيجيشن طلع بثلاثة فالراجل ده خلاص خفى المسار كله يبقى الراجل ده شايف اني شايف ده وده يعتبر معاه على طول الخط يعني اللهم الا بس الانترفيس دي في السكه يعني ودي تقدر تقول كده الاكزيت انترفيس او الاجريس انترفيس بس خلينا يعني ندق ليتل بيت ديبر اباوت ذس بيهافير كنت عايز اوريك الموضوع على الواير شارك التو تي تي ال الواحده اللي بتاعه الليبل وبتاعه الاكشوال اي بي باكت يعني انا اتس اب تو يو وي كان دو ات ناو اور يا يا اوكي جو اهيد دو ات خليني دلوقتي ارجع لبي 1 اقول له بلس بروبيجيشن تي تي ال طبيعي P2 كده رجعنا للوضع الطبيعي صح كده؟ اوكي طيب خلينا نشغل الواير شارك احنا مشغلينه فين اصلا ما بين بي اي 1 وبي 1 وما بين بي 2 وبي 1 هنا على الانترفيس سيريال 3 على 1 طيب
خليني اقول ان في بنجا طالعه خلينا نشوف البنج من 10.16.7.7.7. اوكي خلينا ندخل على الفيلد بتاع الام بي ال اس المالتي بروتوكول ليبل سويتشنج هيدر. لاحظ ان التي تي ال هنا وصلت كام؟ 253. خش على الاكشوال اي بي باكيت هتلاقي برضو ان التي تي ال بتاعته ما زالت ايه موجوده. يعني في 2 تي تي ال عندي في الاي سي ام بي. طيب انت هنا شايف 254 وشايف هنا 253 واحنا عملنا كابتشر للداتا هنا صح الكلام. طب هي لو دخلت هنا ب 254 يعني طلعت منها 255 الراجل ده خلاها 254 ورماها هنا. الراجل ده هيخليها كام؟ 253 ويرميها هنا. بس انت هنا برضو شايفها 254. نفس الكلام لو جينا عملنا start capture BE2 كمان. خلينا نبينج مرة ثانية. فين البينج؟ يس نلاحظ ان التي تي ال بقت كام بتاعة الام بي ال اس؟ 52. طيب هنا التايم تو ليف كام؟ ستيل كام؟ نفسه 254. حلو الكلام. طيب السؤال انا لو جيت عملت كابتشر على هنا المفروض ان انا دلوقتي مش هشوف تي تي ال ليبل صح بس هل هشوف 254 ولا هشوفها كام؟ هنا في اخر واحده طلعت كام معانا؟ المفروض انه يتعمل just one hop يعني next hop المفروض انه تعمل 200 اخر واحده طلعت كام معايا؟ 253. خليك فاك CEB 2 كرر البنج ثانية. أنا ما عنديش دلوقتي مالتي بروتوكول ليبل سويتشنج، ما فيش ام بي ال اس، في بس تايم تو ليف، في الاكشوال اي بي باكت. تايم تو ليف كام؟ 254 زيها. لا 254 ايه؟ 251 يا عم ما تفضلنيش. سوري مش اوكي. 251 يبقى التايم تو ليف بتاعت الباكيت فضلت موجوده 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 وعند اخر هوب الراجل بقى ايه قام نازع الام بي ال اس وقام محول بتاعته عليها وقام رماها هنا. واضحه كده بالنسبه لك العمليه؟ 100%. طيب في اي سؤال في الجزئيه دي؟ لا كله واضح. طيب الحمد لله. نشكر حسن استماعكم ونلقاكم في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.